المشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا انطلاقة ثالث أشواط هذا اليوم، والخاص أيضا بسن الإذاع ضمن أشواطنا المفتوحة. ثالث أشواطنا ينطلق من 6 كيلومترات، وهناك أيضا جائزة السيارة والفوز والانتظار ايضا مع خط النهاية. على البركة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، نسير مع هذا الشوط وناخذ المركز الاول والصدارة الاولى مباشرة هناك من خلال ايضا هذا التنافس القوي والتحدي المثير. هجن الشحانية من تاتي على ايضا المقدمة والصدارة، رزنة تاتي على المركز الاول بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما هنا الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من الاسم القادم الذهيبة، وصلت ايضا لهجن الشحانية، ويتواجد ايضا احد شبابنا المضمرين ايضا الذي دخل بعالمنا الساحر، وايضا دخل بالرموز والاشواط الماضيين هناك مع ذهيب الهجن الشحانية. يابر بن سالم بن فاران المري من يتواجد على صدارة على مقدمة الشوط، بينما رزنة من تأتي بالمركز الثاني من هجن الشحانية. تواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ينتقل مباشرة الى مياسة من هجن العاصفة. يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. الدور دور المركز الرابع، أجد هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتواجد قائد العمليات الورق 11 هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، يقدم هذا الاسم وينطلق مع الشاهينية. أحد شبابنا المضمرين أيضا والمهتمين بهذه الرياضة يقدم شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتواصل مع الشاهينية وينطلق في المرتبة الرابعة. بينما المركز الخامس هنا وصل الطيف من هجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم طيف ورزنة في هذا الشوط. هكذا هي الخمس المراكز الأولى، الانطلاق القوي والتحدي المثير هنا في ميدان التحدي. العودة إلى الصدارة الأولى، رزنة من غيرت الصدارة، رزنة على المركز الأول من هجن الشحانية. يتواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقود هذا الاسم، يسير مع الصدارة الاولى، ينطلق مع هذا الاسم ما شاء الله. بينما المركز الثاني وصلت مياسة هنا لهجن العاصفة. يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، بينما هناك الذهيبة القادمة لهجن الشحانية، ويابر بن سالم بن فاران المري يقود هذا الاسم وينطلق مع هذا الاسم على المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن غدير يقدم هذه الانطلاقة، طيف من تأتي في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. على المركز الخامس وصلت ايضا بشعار هجن الشحانية، يتواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه هي النتيجة، العودة الى الصدارة، العودة الى المقدمة، العودة الى المركز الاول، العودة الى الصدارة الأولى، العودة إلى المركز الأول ما شاء الله. هناك من يتواجد مع مقدمة الشوط، مع الانطلاق القوي، مع أيضا الاندفاع الكبير. رزنة يتواجد أيضا مع هذا الاسم هنا لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من قدم لنا في أشواط رموز اللقاية، قدم ملفت وقدم الحذر أيضا في شوط اللقاية العمانيات. بالفعل يقدم هذا الانطلاق وهذا العطاء الكبير من خلال هذا الاندفاع على الصدارة الأولى. عملاق المضمرين، ياتي المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مقدم الرزنة على المركز الأول، على الانطلاق الأول بالشعار الأدعم تاتي على الصدارة الأولى. هجن العاصفة وصلت على المركز الثاني، هنا مياسة تاتي بقيادة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. انتصفت المسافة، وصلت الذهيبة على المركز الثاني لهجن الشحانية.
يتواجد جابر بن سالم بن فاران المري يقود هذا الاسم ويسير في المرتبة الثالثة، بينما طيف منتاتي على المركز الرابع لهنجل الشحانية يتواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت مهابة، انطلقت مهابة وغيرت من الخامس إلى المركز الرابع لهجن العاصفة، يتواجد حمد بن راهد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. هذا هو ندانا، هذا هو الانطلاق، ولكن رزنا على المركز الأول، رزنا على الانطلاق الأول. يأتي عملاق المضمرين مقدما لشعار الشحانية ومنطلقا لهجن الشحانية مع هذا الاسم. هناك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقود هذا الاسم ويسير مع الصدارة الأولى مع الانطلاق القوي والتحدي المثير. يا سلام، هناك الصدارة، ولكن مياسة تأتي من هجن العاصفة. يتواجد حمد بن راشد بن غدير مقدما لمياسة ومنطلقا مع مهابة. وصلت مهابة في هذه اللحظات أيضا من هجن العاصفة. يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الرابع ليجد الذهيبة من اجل الشحانية. يتواجد جابر بن سالم بن فاران في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الخامس الوصول من طيف لاجل الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي واصل هنا مع هذه الاسماء القوية والعملاقة. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى. الله 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 الله، العودة إلى أيضا رزنا، رزنا على المركز الأول، رزنا على الانطلاق الأول، رزنا بأدائها الرزن وبأيضا خطائها الرزن. تأتي على مقدمة الشوط ثبات وقوة وانطلاق هنا مع هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مهابة ومياسة قادمات بشعار هجن العاصفة التابعات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. يتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، بينما دخلت الذهيبة وصلت الذهيبة لهجن الشحانية. ايضا جابر بن سالم بن فاران المري يصل في هذه اللحظات طيف على المركز الخامس. تأتي لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي مع هذا الاسم. هذه هي النتيجة، العودة الى المقدمة خماسية ايضا الماسية من خلال هذه الانطلاق ومن خلال هذا التحدي. رزنا على المركز الأول، رزنا على الانطلاق الأول. بدأنا نقترب هنا من الكيلو الأخير، كيلو الحسم، الانطلاق المثير، التحدي الكبير. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، دخلنا أجواء هذا الكيلو، رزنا على الصدارة، رزنا على المركز الأول. يأتي العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما هذا الاسم. وصل الواثق مقدما مهابة من هجن العاصمة. حمد بن راشد بن غدير يتواجد ليقدم هذا الاسم وينطلق مع هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. الذهيبة وصلت على المركز الثالث، ثلاثية رائعة هنا بهذا الانطلاق. هناك جابر بن سالم بن فاران يقدم الذهيبة من هجن الشحانية. الله 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 الله، ان سألتوني على الموقع الـ600 متر الأخيرة. رزنا على المركز الأول، رزنا على الانطلاق الأول لهجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد وسالم الوهيبي. ولكن مهابة، محاولاتي مهابة من هجن العاصمة. حمد بن راشد بن غدير الـ400 متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية. رزنا على الصدارة، رزنا على المركز الأول. عملاق المضمرين سلطان بن محمد وسالم الوهيبي يقود هذا الاسم، يقود هذا الانطلاق مع الـ200 متر الأخيرة. دخلنا هنا مشاهدينا الأعزاء منطقة لوحة الإعلامات ولوحة الإعلام الكبير. نأتي مع غط النهاية، نأتي مع الانطلاق الكبير. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لعملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقود. رزنا على المركز الأول، مهابة في المركز الثاني من هجن العاصفة، والمركز الثالث وصلت الذئبة من هجن الشحانية، والمركز الرابع تأتي هنا مياسة من هجن العاصفة، والمركز الخامس هناك طيف من هجن الشحانية. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا هذا الانطلاق القوي من خلال ثالث أشواط هذا اليوم في فترتنا الصباحية. بالفعل هنا العودة إلى الصدارة والمركز الأول. خلاص
عشر. إذن هنا التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء لرزنا بالفعل تأتي بشعار هيجن الشحانية وبتواجد عملاق المضمرين هنا تسجل التوقيت الأفضل 9:10.97 تهانينا لهيجن الشحانية وتهاني لعملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثاني 9:11.71 مهابة من هيجن أيضا العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث وصلت فيه الذهيبة حيث قطعت المسافة مشاهدينا الأعزاء 9:17.21. تهانينا لهيجن الشحانية والتهنئة لجابر بن سالم بفاران المري. تهانينا والناموس. الله الرحمن.